قيمة لبقية الفائزين. وهنا منذر خالد بن عشو بن عنبر بن جعشم هنا من يأتينا على المركز الأول. خالد بن عشاوي هنا من يأتينا أيضا بن عنبر من يأتي على المركز الأول. ومن الجانب الثاني هناك أرى الوصول في هذه اللحظات والانطلاق من صغال محمد بن عويضة بن حطم العامري. ويأتينا الطليلي لراشد بن مطر بن محمد بن ضبيعة ليقتبي ويتسلل إلى ثاني المراكز. وفي المركز الثالث والمنطلق من الجانب الآخر في هذه اللحظات بهذا الانطلاق الجميل يأتينا شاهين مسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع قلنا منذر الخالد بن عشاوي بن عنبر بن جعشم هنا من دولة الكويت من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس والمنطلق هناك والقادم شاهين محمد بن سالم بن راشد بن دريش الاقتبي. والقادم ايضا الشلال احمد بن سعيد بن منانة الاقتبي على المركز السابع. وفي المركز هنا المركز السابع الشامخ سلطان بن حمد بن سالم الدرعي من ياتينا هنا على سابع مراكزنا. وفي المركز الثامن الحذر عايد بن حماد بن معتيق القايدي من ينطلق على المركز الثامن. وفي المركز التاسع زاهي محمد بن الصغير بن محمد المنصوري. وعلى المركز العاشر والمنطلق هنا منبه الحمد بن حميد بن حارب المهيري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. وأعود إلى صدارة إلى شاهين من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط لمسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري من انطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني صغان لمحمد بن عويضة بن حطم العامري من يأتينا ثانيا. وفي المركز الثالث الطليلي لراشد بن مطر بن محمد بن ضبيعة ليقتبي على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع والمنطلق هنا وصل الشلال في هذه اللحظات على المركز الرابع للسيد أحمد بن سعيد بن منانة من ينطلق على المركز الرابع في هذه اللحظات. منذر في المركز الخامس خالد بن عشاوي بن عنبر بن جعشم هناك من يأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس يأتي مبلش عبد العزيز بن حمد بن علي البريصي المري والقدوم من الشامخ السلطان بن حمد بن سالم الدرعي. ومنبه قادم الحمد بن حميد بن حارب المهيري من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل والتحديات والإثارة. هنا الوصول كذلك من الجانب الآخر وصل هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. يأتينا هنا كلاشنكوف الغالب بن محمد بالشين الكثيري مع الكلاشنكوف بهذا الانطلاق. زاهي محمد بن صغير بن محمد المنصوري عاشرا بهذا الانطلاق. ونعود الى الصدارة التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة على المركز الاول مع صغان محمد بن عويضة بن حطم العامري من انطلق على الصدارة وعلى المركز الاول. سيطر على زمام الامور مبلش من الجانب الاخر العبد العزيز بن حمد بن علي البريصي المري من يأتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث الشلال لأحمد بن سعيد بن مرانة هنا من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع يأتينا كلاشنكوف غالب بن محمد بن الشين الكثيري. وهناك الغزال سالم بن علي بن قديمة العامري من يأتينا على المركز الخامس ويتسلل إلى الرابع. ما شاء الله، ها هي الأسماء والتغيير على الصدارة على المقدمة من قبل مبلش مع الكيلومتر الأخير. غير مبلش على الصدارة على المقدمة. القادم من المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن حمد بن علي البريص المري. وهنا الغزال سالم بن علي بن وديمة العامري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث الشلال أحمد بن سعيد بن منانة من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هنا وصلوها للكويت مع منذر من يأتينا على المركز الثالث يتسلل في هذه اللحظات. ولكن هنا مبلش وسلالة مبلش
مبلش على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، سلالة مبلش على الصدارة على المقدمة، عبد العزيز بن حمد بن علي البريص المري، روح يا بي روح يا براية، روح روح يا براية على هذا الأداء المميز الجميل. ها هو هنا مبلش على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، ينطلق بصدارة هذا الشوط مبلش لعبد العزيز بن حمد بن علي البريص المري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل، تهانينا لعبد العزيز بن حمد بن علي البريص المري على هذا الفوز المميز الجميل، تهانينا والناموس، سلام لأهالي المملكة، سلام لأهالي السيح، سلام على هذا الأداء المميز. المركز الثاني الشلال لأحمد بن سعيد بن منانة، المركز الثالث منذر خالد بن عشوي بن عنبر بن جاشم، وفي المركز الرابع من وصل الغزال سالم بن علي بن وديمة العامري، وفي المركز الخامس من أتانا هناك أيضا هنا شماع الخليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي من أتى على المركز الخامس. ونعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل ولحظة وصول مبلش الى خط النهاية معلن الفوز والناموس، تهانينا على هذا الاداء العبد العزيز بن حمد بن علي البريص المري بسبع دقائق 33 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني، تهانينا والناموس الشلال على المركز الثاني من اتانا وقدم عرض يشكر عليه احمد بن سعيد بن منانة من اتانا هنا بسبع دقائق 34 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية، منذر على المركز الثالث القادم من دولة الكويت، تهانينا للسيد خالد بن عشهيو بن عنبر بن جعشم على هذا الأداء بسبع دقائق 34 ثانية هنا أيضا وخمسة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، تهانينا على هذا الأداء.